شاركت في البلاتفورم بتاع اي ليرنينغ كزني، والحقيقة لقيت برشا حاجات نفعوني. أول حاجة البلاتفورم هذه تربحك برشا حاجات، كل كسوة وقت كل كسوة تولي تنجم تقرا وحدك في الدار من غير بريسيون، تنجم تقعد تركز وحدك في الدار من غير ما تقعد انت اوبليجي باش تمشي تقرا في بلاصة أخرى، ولا راك تعرفوا خاطر احنا باك فما ضيق نتاع وقت. الحقيقة تنجم تشوف الفيديوهات اللي مهبطينهم لي بروف في الباج، يعاونوا برشا حتى باش تريفز تبدا انت ناقص في الكور، تنجم تلقى روحك نجم حتى تربي كان فاتتك حاجة. بالطبيعة فيك لي سيونس ديريكت اللي في وقتهم يبداو ويبدا الوقت نتاعهم منظم، نجم تقرا من غير حتى بريسيون، من غير ما تقعد تلوج على وقت نتاع الجديد. ثاني حاجة نشوف البلاتفورم هذيا ماهيش كان لجماعة الباك هكاو يقولوا الباك باك، الناس الكل تركز على الباك، لي بالعكس لي نيفو كل موجودين بريمير دوزيام تروازيام. وبالنسبة لي أنا ننصح العباد الكل باش تشارك فيها، وعلى الأقل تعمل عليها حتى نظرة، وننصح الناس الكل باش تشارك في البلاتفورم هذي. نحب نشكر زادا البروفيت والناس القائمة على الباج هذيا وعلى البلاتفورم هذيا، ونقول لهم ربي إن شاء الله يحلى في وجوهكم، وإن شاء الله إحنا ربي يوفقنا. ونحب نشكر زادا كافة اللي ترى التربية الموجودة في البلاتفورم هذيا، وإن شاء الله ربي يوفقنا، وننصح الناس الكل يشاركوا في البلاتفورم.